معلة العصا. مهلاً، حاولي ألا تكسريها. جمعها لم يكن سهلاً. لا تقلقوا، هذه المرة ستكون مختلفة. بالمرة السابقة استخدمت قوتي ضد الجبل حتى أجبره على العودة إلى مكانه، ولهذا كسرت. لكن هذه المرة سأعطي قوتي للجبل، كل قوتي للأبد، وهكذا سيعود ويأخذ قوتي معه. أهلاً، ولكن ألا يعني هذا؟ نعم، سيختفي الجبل وسأظل أنا هنا كأي فتاة عادية للأبد. منذ أن كسرت عصاي وأنا أفكر في كل عظماء الجبل وكل ما أعرفه عنهم، هذه هي الطريقة الوحيدة. ولكن ساعدوني في هذا. أتذكر عبارات التشجيع؟ أوه لا، أنا ستفقدين كل قواك. يجب إنقاذ مدينتكم. إنها تفعل الصواب، تحتاج إلينا. هيا أنيو، يمكنك النجاح. تشجعي أنيو. سامحني يا جبل الغموض، لقد استدعيت قوتك إلى المدينة وأنت تبعتني. استعد قوتك وعد إلى عالمك. وداعاً. هذا حقيقي، أصبح عادياً وأنا أصبحت مجرد فتاة عادية. ربما هناك طريقة ما. أنا أعرف أساليب الجبل، انتهى وقتي هناك. انتظري، انظري. أرينا مهاراتك. تشجعي أنيو، افعلي ما يمكنك فقط فعله. عرفت أنني سأقوم بالتشجيع. أنا لا أفهم. أنا أفهم، فعلت الصواب في النهاية، ضحيت بكل شيء لإنقاذ المدينة، والجبل يعرف. يمكنني أن أعود. شكراً يا أصدقائي. فلنهتف معاً أنيو والمقنعون. أنقذوا الموقف والناس نائمون. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر، وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.